الدوش ورئيس الجهاز خوم صفا باكوري ولي الامن هو الوردي على ما كنظن. كنعرف ما كيداش خدمتو صراحه، كون كانوا كيديروا خدمتهم ما كناش غنعيشوا هذا الشيء اللي عشنا هذا الاسبوع هذا. زعما كارثي للنسيان، ما الدار البيضاء عاشوا ناس ايام صعيبه بزاف، سيختو انك كتعيش في وديان ديال الماء واد الحار الديور كيطيحوا، راه بزاف هذا الشيء. يعني خص مسؤوليه بمحاسبه ان شاء الله، وخص كل واحد اللي يتحط في شي بلاصه يكون قاد بها، ماشي غير جو حط. سينو راه بلاد غادا الهويه. خويا انا ما تنعرفوش هاد وليد الدار البيضاء، ما عمرني محسن لينا الشهر باش عرفناه، وما جاتناش الفرصه باش نعرفوه. هادشي اللي بغينا نعرفوه من هادشي اللي وقع لينا هاد الايامات في الشهر، بغينا نعرفوه، بغينا يصلح لينا شحال من حاجه ونوصل ويكونوا اصلاحات ويحسن لينا الشرف باش نعرفوه. والله ما عرفتش، ولكن كنعرف الناس بزاف هما اللي هازين كازا بالتجاره ديالهم، كلشي توركل عليهم. الناس اللي كيسيروا كازا حاليا هما الامازيغ، الناس ديال الامازيغ في التجاره ديالهم بكلشي. الوالي انا هو ربما رجل تكنوقراطي، انا شخصيا افضل ان يتبادر الى خدمه كل منطقه اهلها الدارون بتاريخها وببيئتها وبناسها.